بسم الله الرحمن الرحيم. سامر الكسيح مدرب في هذا البرنامج اللي هو تابع للأمم المتحدة للمتطوعين. برنامج شباب عربي يعمل من أجل مستقبل أفضل هو بادرة رائعة من برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، بحيث يهدف إلى جمع الشباب وتعريفهم بالأعمال التطوعية وأهمية العمل التطوعي، وليس فقط أعمال التطوعية المعروفة، لكن ما يعود على الفرد من فائدة كبيرة من ناحية العمل التطوعي، الناحية الشخصية واكتساب الخبرات والمهارات التي يستطيع من خلالها العمل وبناء المجتمع، وأيضا النهوض بالمجتمع بشكل كبير، وأيضا العودة إلى الجذور وإلى العادات والتقاليد وتمسك بالعادات والتقاليد الأصلية في الحضارات المختلفة. وهذا البرنامج يأتي كأحد البرامج التي تطبق في مختلف الدول العربية، والآن الأردن هو جزء من هذا البرنامج، وهذا المعسكر هو جزء من برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، ويكون المعسكر خارج عمان زي ما هو الآن في مدينة عجلون، وهي مدينة ذات طقس رائع وجميل، وفي هنالك محمية طبيعية فيها، بحيث إعطاء فكرة للمشاركين عن أهمية العودة إلى الطبيعة بشكل رئيسي. دوري في هذا المعسكر وهذا البرنامج هو إكساب المشاركين في الخبرات المختلفة، كما يكون هنالك تنمية للذكر للفكر والناحية الذهنية، أيضا يكون هنالك تنمية للناحية الجسمية والجسدية. هنالك تمرينات نقوم فيها مختلفة. بداية قمنا بتعريف المشاركين ببعضهم من المحافظات، من كل في من محافظة مختلفة، بحيث يتم بناء روح الفريق مع بعض. أتوا المشاركين من جميع محافظات الأردن، بدأوا في التعرف على بعض وكل خبرات، وكل منهم يأتي من خلفية مختلفة، فكان هنالك برامج وتمرينات بداية حيث يقوموا بالتعريف على أنفسهم وصقلهم واندماجهم بطريقة محترفة وطريقة تعمل على إخراج مستخرجات في نهاية المعسكر بشكل كبير. أيضا نقوم ببرامج رياضية في الصباح وفي المساء، وعادة يكون هنالك خلال التدريب مراحل يكون المشاركين في نشاط عالي، ومرات يكون في نشاط منخفض، فنقوم بتنشيطهم ونعمل كسر للحواجز من ناحية التفكير، من ناحية عدم المبادرة في عمل النشاط، فبحيث يكون الشخص مبادر بشكل أكبر ولا يتردد بتطبيق المهارة التي يستفيد منها من ناحية شخصية. وهذا البرنامج يعني يقوم بفائدة المشاركين بشكل كبير من ناحية المهارات الشخصية، من ناحية المبادرة والقيادة وإلى آخره من المهارات الشخصية. فنقوم بصقل هذه المهارات من خلال البرامج الرياضية ومن خلال البرامج التي تعمل على التنشيط وبناء الفريق، وأيضا عمل الروح الجماعية، بحيث يتم في النهاية استخراج نتائج مختلفة. دائما يعني يكون يجب إدخال نواحي الترفيه والناحية الجسمية زي ما حكينا، بحيث يكون الجسد مكمل للذهن، فنقول دائما المقولة صحيح، العقل السليم في الجسم السليم. ومن هنا دائما من خلال الخبرة نعلم أن عندما يكون هنالك تفريغ للطاقة بشكل جيد وبشكل رياضي ومحترف، وهنالك كسر للحواجز في التعامل مع الأشخاص من ناحية ذهنية وفكرية جيدة، يكون استخراج برامج ومشاريع داخل المحافظات وداخل البلد تعمل على يعني تحقيق الأهداف التي ترجوها برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، بحيث يكون هنالك صقل كبير لهؤلاء الشباب، طبعا يشمل الشباب والشابات، بحيث يكون هنالك استخراج منهم طاقاتهم الكبيرة. وحقيقة يتفاجأ الواحد من الطاقات الكبيرة
ومن قصص النجاح التي يسمعها من خلال المشاركين، كل منهم عندهم خبرة رائعة في العمل التطوعي، وهذا السبب الرئيسي كان في اختيارهم، بحيث كان هنالك اختيار بشكل دقيق. كل منهم شارك في العمل التطوعي، لا يكون العمل التطوعي فقط في دهان الأرصفة أو هذا، لكن بالتالي كما هو معروف، لكن لا، هنالك العمل التطوعي يساعد على بناء الشخصية وبناء المهارات الحياتية، تطوير المجتمع وتطوير المنطقة والمحافظة والدولة التي أنا أعيش فيها. والآن هم شباب من الأردن، ونستغرب من مبادرات ونشاطات صغيرة يقوموا فيها تكون هنالك نتائج كبيرة تعود على أنفسهم وعلى مجتمعاتهم بالفائدة الكبيرة، بحيث في منهم كثير يبدأ في العمل ويعني يتخرج من الجامعة لا يكون عنده عمل، وبالتالي يعني يستطيع في النهاية الحصول على عمل وأيضا يسلح أنفسه بالمهارة التي يحتاجها. هذا البرنامج يطبق بالشراكة مع عدة مؤسسات، منها المجلس الأعلى للشباب، وأيضا مدربين محترفين أيضا من أجل هذا العمل، وأيضا من جهات مختلفة ومتطوعين ومؤسسات مختلفة. بالتالي نستخرج مخرجات رائعة من هذا البرنامج، وحقيقة تشكر الأمم المتحدة على هذا البرنامج لتطبيقه في الأردن، لأن هنالك خبرات وطاقات رائعة في الأردن من خلال الشباب والشابات يعني في محافظات مختلفة، والذي يتسلح بالمعرفة والعلم والطاقة الكبيرة في إنتاج وأثبت جدارته في يعني تطبيق مخرجات رائعة في المملكة.